المثال بدنا نحله، بعطي لك مرفقات، هاي المرفقات الله، وبعطي لك فيديو يحكي لك انه هيو معمول بدك تعمل عنمطه، وبعطي لك تعليمات. اول خطوة بدنا نعمل الابعاد، وبعدين نضيف الملفات، وبعدين نطبق المطلوب. الان بتروح فايل، اول خطوة الابعاد كم عملهم؟ هاي كوبي، وهي ملف مفتوح عندي، بدي اعمل نيو، بدي اكتب الابعاد. هاي الويدث، فقد ايه؟ وهاي كريت. هذا اول خطوة. تاني خطوة بدنا نعمل امبورت للملفات، فايل امبورت تو لايبراري، لكن والملفات وين هنلاقيها؟ هان هاي الملفات، معلمهم بنقول لهم اوبن. الان بدنا نطلع على الفيديو اللي هو عامله. ثبتت مدة، طلع علي. احنا بدنا نكون معلمين اكم ثانية ثابتة، اول ثانية اعتقد، هذا بعد ثواني ولا لا؟ ثانية عادي، وما حكى لك ثواني ولا غيره، فبتعمل من كيفك. الان هنا التعليمات بدنا نضيفهم، نعمل منها الابعاد، بدنا نروح نضيف واحدة واحدة. في الاول قبل ما اضيف بدي اعمل 3 ثواني، نفترض هي ضفت فريم فاضي، عند رقم 3 ثواني، ثلاثة، بدي اعملهم 3 وحدات. هدول اي 3، كيف بدي اعملهم؟ على 30، الرقم هذا الكلي على 30، بروح هان وبكتب 30، بعمل لي اياهم 3 قطع، 3 فريمات، هذا كل واحد منه فريم، بنحكى عنه هذا هو هيك بلانك كي فريم، يعني فريم فاضي. الان من المكتبة كنترول ال، او المكتبة وينها؟ هاي المكتبة، تمام، هاي اول واحدة، بروح انا بضغط وينها او هنا، المهم في اول فريم، هاي الاولانية، بروح على الثانية، هاي الثانية، الثالثة، هاي الثالثة، وبدنا نعملهم الاونلاين المحاذاة، نتأكد انه هاي فعالة. 1 2، نروح للي وراها، 1 2، نروح للأولانية، 1 2، هنا عملنا هدول، نطلع على الفيديو، أول ثانية ثبتت، بعدين تحولت الدائرة لمربع، بعدين المربع تحول، أول ثانية ثبتت تحولت لمربع ووقفت ثانية، بعدين تحولت لهذا ووقفت ثانية، بعدين تحولت لدائرة، تمام. في الأول دائرة، بروح بقفل اللاير هاي وبضيف لاير وبعمل اللي هو الدائرة، وبعملها طلع، بحذف الخط إذا في خط كات أو اللاين، بعملها محاذاة. وين هاي الدائرة؟ قد إيه مدة الدائرة بدها تقعد؟ كم ثانية؟ ثانية واحدة وقفت بدون حركة هنا، يعني تبين هدول الاثنين، ايها هنا، تمام. عند الفريم متى تتحرك؟ يعني هان هضيف في نهايتها كي فريم، وانه هان الدائرة بدها تتحول، اضيف فانا بلانك كي فريم، الدائرة هان بدها تتحول لمين؟ لمربع، هاي المربع، المربع بدي اعمل له اكبره، احذف الحدود، ديليت، ضغطين، وبعمل كنترول دي وباخده هيك لتحت، تمام، ضمنت انه المربع طلع. هنا ثبتت اول ثانية، بعدين تحولت الدائرة الى لمربع، كريت ايه؟ لانه مفككين، تمام. بعدين بده يثبت هذا كم ثانية؟ ثانية، طيب هو بدي اثبت ثانية.
هنا مضى كم فريم؟ 30 لعند كم فريم هنا؟ 38. يعني بعد ال 30 8 38 و 30 هاي هنا 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 بضيف كي فريم او بلان كي فريم وبعمل ايه هنا؟ شكل خماسي التالي اللي هو هذا المضلع هياته. نتأكد من الخيارات كم ضلع بدنا نعمل. تمام هياته بنعمله هيك بدها اقلبه كده هيك. تمام هياته بكبره بضغط على الحدود تبعته واعمل له ديليت. بحط المضلع هان وبكبره بكنترول تي. تمام هيك. الان بدي من يثبت ثانية واحدة بعدين يتحول ولا لا؟ يبقى هم ضيف كي فريم ولا لا؟ ضيف كي فريم هذه ثابتة المنطقة يعني مدتها بدون تغيير. فهمت كيف ثبتتها؟ الآن من هان لهان بدي أحول. هاي طلعوا بعدين يتحول. فهمت علي كيف؟ الآن تحول. الآن لمين هذا بثبت ولا بتحول كمان مرة؟ بدنا نخليه ثانية من هنا 8 بدنا نضيف له 30 يعني لعند 100 إلا 2. هاي ضيف فريم نحذف منه فريم لأنه إضافي فريم وهنا بنضيف فريم ونعمل القناع. طلع كيف؟ هاي كنترول انتر. لا اخر واحدة هذه نضيفها دائرة نضيف كي فريم ونضيف فانا بلانك كي فريم وناخذ الدائرة. وين الدائرة محطوطة؟ هاي في الاول كوبي وبنحطها هنا في المكان اللي عملنا منها كوبي وبنحولها وكنترول انتر. اللي غلط. تمام الان اللون الخلفية لا عادي حتى تثبت. لا بدنا نبعت حدا. لا واحد تاني.